مرحبا بكم. إن ظننت أن أفعال أناكوندا هي الأكثر رعبا فأنت لم ترى شيئا بعد. منذ حوالي 58 مليون سنة كان هناك ثعبان عملاق يعيش في غابات أمريكا الجنوبية يسمى تيتانوبوا، ويعد أكبر ثعبان بالتاريخ. ورغم أن العلماء قد أفادوا بانقراض ذلك الفصيل من الثعابين، إلا أن بعض الأشخاص ادعوا رؤيته. عن أي حجم نتحدث؟ وهل يمكن أن يكون قد انقرض بالفعل أم لا يزال موجودا على قيد الحياة؟ يزن أكثر من طن ويبلغ طوله 14 متر، وقد روي قصته مؤخرا، وحتى نعرف قصته الحقيقية علينا العودة لعام 2000. تابعوا معنا الفيديو للنهاية لتتعرفوا على أضخم ثعبان تم العثور عليه حتى يومنا هذا. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. في عام 2000 قام طاقم من العلماء باكتشاف عظيم، حيث ذهب أحد الطلاب لزيارة منجم فحم في بلدة بشمال كولومبيا، وهناك اكتشف شيئا ما، وهو أن تلك المنطقة كانت قديما عبارة عن غابة مطيرة. وعندما نقول غابة مطيرة فبالتأكيد نعني حياة موحشة لهذا المكان. تابع العلماء اكتشافاتهم وأبحاثهم المتعلقة بتلك الغابة، وقد نتج عن ذلك العثور على كثير من الحفريات بالإضافة إلى بعض النباتات القديمة مثل الموز والأفوكادو. وفي عام 2009 اكتشفوا الهيكل العظمي للثعبان التيتانوبوا. وبعد هذا الاكتشاف وحد ثلاثة من العلماء جهودهم لمعرفة ما هي ذلك الهيكل العظمي. اعتقدوا في البداية أن ذلك الهيكل ربما يكون عائدا لنوع من أنواع الديناصورات، ثم بعد ذلك وجدوا أنه هيكلا لثعبان، لذا اعتقدوا أنه ربما يكون هيكلا لثعبان الأناكوندا. وبعد كثير من الأبحاث والتحليلات أدركوا أن ذلك الهيكل لنوع آخر من أنواع الثعابين، نوع كبير لدرجة لا تعقل، وقد أطلقوا عليه وقتها اسم تيتانوبوا. ووفقا للحفريات الخاصة بذلك الثعبان نستطيع القول أنه أكبر أنواع الثعابين والأضخم على الإطلاق. يبلغ طوله 13 متر وأحيانا يصل إلى 14 متر، أما وزنه فيصل إلى أكثر من طن. هذا مجرد إحصاء متوسط، أي قد يزيد أو يقل. لا داعي للخوف من حجمه الضخم، فذلك الفصيل قد انقرض أو على الأقل نعتقد ذلك. هناك فصيلان من فصائل الثعابين نعلم أنهما الأكبر على الإطلاق، ونعلم وجودهما بالفعل، الأناكوندا والأفعى المشبكية. حسناً، فلنقارنهم بثعبان تيتانوبوا. فلنبدأ بالأناكوندا الخضراء. يزن ذلك الثعبان الضخم 250 كيلوغرام، أما متوسط طوله 5 أمتار أو أكثر. يقال أنه يصل أحياناً إلى 9 أمتار، ويستطيع ذلك العملاق التغذي على الحيوانات والطيور، كما يمكنه ابتلاع إنساناً أيضاً. الآن لنرى الأفعى المشبكية. تعيش تلك الأفعى في جنوب شرق آسيا وإندونيسيا، ويمكن أن يصل طولها إلى 10 أمتار، إلا أنها ليست بوزن الأناكوندا الخضراء، فوزنها يصل إلى 100 كيلوغرام. وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أطول ثعبان تم اكتشافه كان طوله 7.67 متر. كان ذلك في ماليزيا، وكانت من فصيلة الأفعى المشبكية. يمكنك زيارته إن أردت ذلك. ربما تكون هذه الأنواع من أكبر وأضخم الثعابين، ولكن ذلك لا يعني أنها الأخطر. في الأصل ما يجب عليك الانتباه إليها هي الثعابين الصغيرة. بينما يوجد 600 نوع من الثعابين السامة، فقط 200 نوع يمكنهم إلحاق الأذى بك. أكثر الأنواع خطورة هما ملك الكوبرا والأفعى النمر، ليس لأنهم لديهم منقاص، ولكن حسب الإحصائيات فقد تسبب بالعدد الأكبر من الوفيات البشرية. الجميع يرتعد من ملك الكوبرا، فيصل طوله 5.5 متر، وهو من أطول الثعابين السامة بالعالم كله. يمكن أن يقتل الفيل بلدغته، وبالطبع يمكنه قتل الإنسان أيضا. أما الأفعى النمر بعد أن تلدغ الإنسان بدقائق يبدأ رأسه بالدوران، وإن لم يتم إسعافه فقد يتعرض للموت، لذا عليك الانتباه لتلك الأنواع جيدا. الأمر مماثل أيضا لثعبان تيتانوبوا في غابات الأمازون، فقد اكتشف العلماء الثلاثة بعض المعلومات حولهم والمتعلقة بتغيير المواسم. إن الزواحف وخاصة الثعابين تستطيع التلاؤم في الجو شديد الحرارة وتمدد أجسادها، فإن زيادة الحرارة تعطيهم طاقة مرتفعة، وكلما زادت الحرارة تزيد تلك الطاقة،
أي يصبح لديهم الرغبة في الصيد بشكل أكبر، فهم يطيلون أجسادهم بقدر بعد الفريسة. لذا يجب أن تعيش تلك الزواحف في درجة حرارة تصل إلى 92 درجة مئوية. وعند النظر إلى درجة الحرارة في تلك الغابة المطيرة نرى أنها درجة مرتفعة جدا، فقبل 57 مليون عام كانت درجة الحرارة أكثر ارتفاعا من الآن، أي أن الحرارة جعلت تلك الحيوانات تنقرض. فتخيل لو أنها ما زالت موجودة إلى الآن وصادفت في طريقك ثعبان التيتانوبا، فهي ليست فكرة ممتعة أليس كذلك؟ كيف سنعرف صحة هذه الحقائق؟ نحن بالنهاية لم نرى أي من تلك الثعابين حقيقية. إجابة ذلك السؤال تكمن في العمود الفقري الذي تم اكتشافه في عام 2009. فبعد اكتشافه شارك فريق العمل الذي قام بأداء الأبحاث حول مشاركة النتائج، وهو أن كل عمود فقري تم اكتشافه يعود لنوع مختلف من الثعابين، لكنهم قاموا بتركيز الأبحاث على ثعبان التيتانوبا حيث كان أكبرهم، وقد أثبتوا أنه بينما كان الثعابين الأخرى تتغذى على الحيوانات الكبيرة، كان التيتانوبا يكتفي بالزواحف الصغيرة الحجم والطيور. حسناً، ما الأهم في كل ذلك؟ في النهاية قد انقرض ثعبان التيتانوبا أليس كذلك؟ لا تكن واثقاً، فإن الغابة المطيرة بالأمازون بها الكثير من الأشياء الغامضة، فإن غابة تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر مربع يحدث بها كثير من السيول، فهو لا يعد مكاناً يمكن اكتشاف كل شيء به بسهولة. هناك الكثير من أنواع الحيوانات لم تكتشف بعد، وقد يكون ثعبان التيتانوبا واحداً منهم. ولكن أيضاً إن عدم اكتشاف ثعباناً بهذا الحجم وتلك الضخامة أمر صعب، أليس كذلك؟ في التسعينات ادعى أشخاص أنهم رأوا أناكوندا بطول 10 أمتار بتلك الغابة، كما كتب مستكشف من أمريكا الجنوبية في عام 1906 أنه عثر على ثعبان أناكوندا بطول 18 متر. وإن لم يعطي إثباتات لصحة كلامه إلا أنه كان يبدو واثقاً تماماً مما رأى. في عام 2012 تم مشاهدة حيواناً ضخماً يصل طوله إلى 10 أمتار في مدينة نيويورك، مما أخاف كثيراً من الأشخاص. ورغم انتشار الفيديوهات على الإنترنت بشأن الثعابين الضخمة تلك، إلا أننا ربما لم نشاهد التيتانوبا بعد. شكراً لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.